هلا طلاب، إجابات أسئلة اليوم المرحلة الثانية. عندنا السؤال الأول، القطعة How to be a successful business person. The main character is زبير غازي، الشخصية الرئيسية. السؤال الأول، وفقا للباراجراف الأول، رجال الأعمال ناجحون ولديهم قصة؟ لا، ما مذكور هيك شيء. الناس ناجحون في العمل؟ ما مذكور هيك شيء. أنت تساءلت لماذا بعض الناس ناجحون في العمل وآخرون ليسوا كذلك؟ ما مذكور هذا الشيء. ويقول قد تكون قد تساءلت. إذا none of the above options هو الصح. الثانية، زبير غازي هو مدينة صغيرة في شمال شرق الهند؟ لا، زبير غازي هو مدينة صغيرة في جنوب شرق الهند؟ هم لا طبعا. وزبير غازي هو الشخصية الرئيسية مو مكان. أنا هنا حطيتها شمال شرق وهنا جنوب شرق حتى أدوخكم، من هاي تقول مو هاي حتى تقول إيه هاي الصح. هو اصلا كان المفروض انا احط ساوث ويست. وانا غلطت هنا، انا عود اسوي ساوث ويست انديا، وهاي واز بورن ان ساوث ويست انديا، سويت اثنين هن ايست، وهي ما مذكوره، هي مذكوره ويست. فاذا الصحيح لازم يكون none of the other options. هسه اعدلها بحيث اللي جاوب هاي يكون تكون اجابته صح. زين، نمبر 3، وفقا للباراجراف 2، غازي ولد في باختال عندما كان 16 سنة. ماكو واحد ينولد هو عمره 16 سنة. غازي كان عمره 16 سنة عندما بدأ يحلم بأن يصبح طيارا؟ لا، ما قايل هو هيك شيء. عمل كطيار عندما كان في سن 16؟ لا، هم ما مذكور هذا الشيء. إذا none of the previous options. رقم 4، وفقا للباراجراف 3، انتقل غازي للولايات المتحدة لأنه لم يمتلك أي أموال في جيبه. ما ذاكر هو هذا الشيء، يعني نفسه تماما. يقول ترك الولايات المتحدة ليذهب إلى كاليفورنيا؟ لا، هي كاليفورنيا أصلا بالولايات المتحدة، ولاية بها مدينة لوس أنجلوس وساكرامنتو وسان فرانسيسكو كلهم كاليفورنيا. تحصل على عمل في مجال الطيران في كاليفورنيا؟ لا، هو راضي يحصل على عمل بس ما حصل. إذا none of the previous options. أكيد هسه قالوا شنو طلعت هاي كلها none of the previous options، خصوصا اللي مجاوبين غلط. الخامسة، وفقا للباراجراف 4، كان يتناول طعام في مطعم كي اف سي قريب ليوفر النقود؟ لا، هو ليوفر النقود راح اشتغل بمطعم وقام ياكل بيه. عمل بجد في كي اف سي؟ لا، ما مذكورة بهذا الباراجراف. لم يحب الطعام في كي اف سي؟ ما مذكورة. none of the previous options هي الصح. وفقا للباراجراف 5، غازي كان لديه زميلين فقط؟ صح، هي هاي الصح، لان هو مكتوب his وينها. وفقا للباراجراف 5، Mr. Ghazi's two co-workers failed to come. ما قال two of his co-workers. لو two of his co-workers كان قلنا أكثر من واحد يشتغلوا يا أكثر من اثنين العفو. بس قال زميليه، الزميلين اثنين هم جوي، إذن هم بس اثنين يشتغلون يا. Where are we؟ الملاك كانوا مبهورين بحب الزملاء، هو ما اشتغل حبا بيهم، ما حد قال هيك شيء. الزملاء كانوا كسولين، ما حد ذاكر هيك شيء. هي هاي الإجابة الصح، فمو none of the previous options. رقم 7، غازي and his wife سووا كانوا يرضون الزبائن عن بأنهم يطلبون من عندهم ينتظرون 10 دقائق؟ لا، يقدمون صودا مجانية لكل الزبائن؟ لا، هو كانوا يقدمون صودا مجانية للي ينتظر 10 دقائق وما يجي طعامه. جذبوا الزبائن عن طريق تقديم صودا مجانية؟ لا، إذا none of the previous options. 8، غازي كان يحب المطاعم اللي بيها طعام دهني؟ لا، غازي ما امتلك مال كافي ليشتري المطعم، اي، ولذلك تداين من المصرف اخذ قرض. الطعام غير المطهو بشكل جيد للصحة؟ لا، ولا واحد من الخيارات السابقة هم لا. وفقا للباراجراف 7، الربح اشترى المطعم؟ هاي جملة خرط. مطاعم غازي كانت تخسر الأموال؟ لا، غازي كان يحقق أرباح، أي صح، لأن يشتري مطاعم عاوية ويجددها ويبيعها ويحصل بها أرباح، ولا واحد من الخيارات لا.
وفقا للباراجراف 8 غازي ما يريد يشتري مطاعم جديدة لا، غازي يريد يصعد الأعلى المطعم لا، غازي does wants عشان ليش كاتب وين does wants، غازي wants to buy new restaurant صح، none of the previous options مو هي. بالنسبة لهذا السؤال زهراء أمين is a second year student لأن هي حاليا طالبة بالمرحلة الثانية. She comes from Baghdad. هاي إحنا دائما نستخدم comes نريد نشير للمكان اللي شخص ساكن يعني مولود به أو هو جاي منه. Where she has lived since she was born. تعيش هناك منذ ولادتها. Students at Zahra's College are divided or were divided. شنو اللي أنا حاط لكم إياه؟ Are divided. Are divided based on the alphabet into three or four classes A, B, C, and D. When she started college, then نحكي بالماضي. لأن هي جت الكلية قبل العام. فهذا شيء بالماضي. She was listed in class A, but one day while her class was having an English lecture, the teacher said that they were going to. أنا شحاط. We're going to study a different textbook, a less easy one. Less easy one? Okay. Zahra was quick to welcome the idea, not knowing that her support of the teacher's decision would anger many students. So she asked to be transferred to another class because she was receiving death threats. Some students even threatened to kidnap and torture her cat. أكو يعني طلاب هددوا بأن يخطفون قطتها ويعذبوها. I forgot to mention that زهراء likes cats لأن هذا شيء يعني ثابت إنه هي تحب القطط أو البزازين بالفصحى والقطط بالعامية. So she هنا إذن هذا أي حل لأنها قلنا أشياء كلها بالماضي. That's it.